شربت؟ بسم الله. شان خاف منك رب. أيهما تفضل؟ والأيهما الأفضل؟ دريستومي أم الأخضر حشيف؟ الأخضر حشيف. بينهما؟ أنا قوي. قوي ديريكت عطيني. خلاص لازم ما تحاول. خلاص جاوبك. خلاص جاوبك. راه السؤال اللي بعده. ديريكت أنا. خليني من بعد. روح السؤال اللي بعده. ولا ياك يزدك الأخضر الأخضر حشيف عندنا. هاتوا ياك مدريس. راس اللي بعده. لا لا عادي ما يتعقدش. لا لا. ديريكت من الحوايج هذه. أحسن يا خويا فاجأتني. قوي شو دارك هكا؟ أول واحد الضيف يعطي اللي ديريكت يضرب ساعة بشي منتصف الجبهة والله يخليك هو يستنى فيك باش تترد ديريكت. أحسن هذه أسئلة تاع دير شوية فتنة كما خويا بارك الله فيك تجاوزها في الحصة الجاية. احنا الحصة هذه خلاص كمل تفوت فوت. أحسن عازف على آلة الكمانجا في الولاية. يا سلام يا سلام ارفع لي الصوت يا فتح. هاي سهل لنا الأمور شوي زيدنا. كاين ثلاثة ربعة عازفين، كاين مولدي عصامي وكاين إبراهيم بليما وكاين نور الدين منامي وكاين سعيد با. نعم هذا ربعة هذوما يا أخي. يا ربي يخرجك من المشكلة يا المشكلة. أنا نقول لك باش تتورط. يا صلاح الوقت يدهمنا. إبراهيم بليما أحسن عازف. هاي روح تسمع. نعم اكثر اكثر مبلغ تحصلت عليه في مسيرتك الفنيه. اكثر كاش استنيت عنه في حفلاتك. بسم الله. يموت على كاشيات الضخم. يموت على السواق كاشيات الضخم. يلا صلاح. اضخم كاشي في مسيرتك الفنيه عندما تحصلت على العرجون الذهبي. هذا كان في مسابقه حد فيك في حفله في حفل مسابقة ديت 20 مليون. 20 انا كيف كيف. اوه صرفت بساعة راحت. هايلة كمان. نعم في حفلة في حفلة يا ريت يا ريت يعني اسمع يا ريت الكاشي تاع العرجون الذهبي يتعاود هكا في الحفلات. كاشي نعم والله نعم. أكثر كاش حصلت عليه في حفلاتك؟ 5 ملايين. 5 ملايين نعم.